معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من عمان الدكتور هلال دليمي الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بك دكتور هلال. إذا بعد إخفاق الحكومة في تحقيق مطالب المتظاهرين واستمرار هذه التظاهرات، بدأت دعوات إلى تحويل التظاهرات إلى اعتصامات مفتوحة، ما كيف تقرأ هذا التحول النوعي في سير الاحتجاجات؟ الو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بك دكتور هلال. سمعت السؤال؟ حياكم. بساعد السؤال بصرف. نعم، بعد اخفاق الحكومه في تحقيق مطالب المتظاهرين هناك تقدم نوعي، اذ هناك دعوات الى تحويل هذه التظاهرات الى اعتصامات مفتوحه، كيف تقرؤون هذا التحول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اولا نتمنى ان للمتظاهرين ان يستمروا في هذا الزخم الكبير الحقيقه الذي عرى الحكومه وعرى كل مفاصلها. الحكومه لن تستجيب لمطالب الشعب العراقي بكل تاكيد، وليس لها القدره على ذلك، واعتقد انه الحل هو الاعتصام المدني والثوره الكامله حقيقه على كل مفاصل الفساد في العراق. لاحظنا انه كيف تم تصفيه التظاهرات سابقا، و كيف يتم كيد الاتهامات المتظاهرين حاليا، الفشل في الحكومه السياسيه والجانب السياسي في العراق هو واضح جدا، بانهم ليس لهم القدره على حل مشاكل الشعب العراقي بل هم اساس المشكله، فبالتالي على الشعب العراقي ان يحدد مفاصل المشكله، يعني ازاله السبب اولى من ازاله النتائج. كل ما يطالب به الشعب العراقي الان هو معالجه نتائج، ولكن الخلل الكبير في والسبب الكبير هو وجود هذه الاحزاب الفاسده وشله الفساد وسرقه اموال الشعب العراقي. فالى متى يبقى الشعب يتظاهر ويدفع الدماء ومن ثم يوعدون بوعود كاذبه ونعود الى نقطه الصفر مجددا ويتم اعتقال قاده التظاهرات كما فعلوا في الانبار وفي اذا كانت هذه التظاهرات دكتور هلال السلميه قد واجهتها الحكومه بالقوات الحكوميه والميليشيات باستخدام العنف والقوه، ولكن المتظاهرين يعني مستمرون في تظاهراتهم، ما تفسيرك لاستمرار هذه التظاهرات مع كل هذه الانتهاكات الحكوميه واستخدام العنف والقوه؟ الاستمرار بالتظاهرات حقيقه هو الحل الامثل، ونطلب من الشعب العراقي ان يتوافر مع المتظاهرين وان يخرج الشعب العراقي المتضرر من هذه العمليه السياسيه بكافه طوائفه. حقيقه المتظاهرين ابدوا فهم ودقيق وواعي للمرحلة، وحددوا الأهداف الكبيرة في هذه الانتفاضة المباركة، ولكن المماطلة من جانب الحكومة، وهنا بدأت ترتفع أصوات لتقويض الانتفاضة. فهذا الأمر حقيقة يجب الانتباه له، والانتباه أيضا بعمليات الدكة التي تقوم بها الأحزاب المنضويه بالسلطه لاعمال تخريب ربما تلصق بالمتظاهرين لتقويض التظاهرات او انحرافها عن مسارها. ولكن اعتقد ان الشعب العراقي الان بكافه اطيافه ادرك تماما ان هذه العمليه السياسيه لا جدوى من الاستمرار بها، لا جدوى من هذه الاحزاب، لا جدوى من الوعود، لا يمكن ان يصلح الوضع بهؤلاء الفاسدون الذين تحكموا في رقاب الشعب العراقي للفتره الماضيه، ولا يمكن ان يجدد لهم الشعب العراقي امانه، وكما اشارت الانتخابات 80% من الشعب العراقي رافض هذه الاحزاب، رافض هذه العمليه. نعم، ولكن دكتور هلال الان حكومه العبادي تقدم المزيد من الوعود للاصلاح في العراق، هل تعتقد ان القوى السياسيه يعني ستحصل على فرصه اخرى من المتظاهرين وسط هذا السخط الشعبي العارم؟ ولا يمكن، بكل حال من الاحوال المرحله القادمه ستكون صعبه جدا على الجميع، ويتحمل الشعب العراقي بشكل اكبر. لا يمكن ان تمنح الثقه لهؤلاء مجددا، لاحظنا فشلهم في الفشل الواضح،
أصبح حقيقة عنوان لكل التظاهرات التي خرجت في العراق في شماله وجنوبه وغربه مهما ألصقوا بها من التهم، ولكن الحل واضح والعمل واضح والفشل واضح. الانتخابات فاشلة، الأحزاب فشلها لا يحتاج إلى دليل. البطش الذي استخدموه ضد الشعب العراقي ضد المتظاهرين العزل واضح، انتمائهم خارج حدود الوطن واضح، وبالتالي الحلول بالنسبة للشعب العراقي أصبحت ضيقة جدا. التظاهرات السلمية ربما لن تجدي، الاعتصام المدني ربما يطول، وهذا ما تخشى سلطة المنطقة الخضراء. شكرا جزيلا لك من عمان دكتور هلال الدليمي الكاتب والباحث السياسي.